المشروعات اللي بتتم على مستوى الدولة، والأهم المشروعات اللي تخص القطاع الخاص. يمكن احنا شفنا يعني يوم الخميس كان هناك عدد من المشروعات اللي زرناها في مجال التنمية العمرانية والتطوير العقاري والرياضة والشباب والرياضة والتعليم، وأيضا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. النهاردة أعتقد يعني احنا زرنا الحقيقة المنطقة الصناعية، وأنا كنت حريص جدا ان احنا نزور ونختار نماذج ناجحة من مصانع النهاردة قامت على استثمارات مصرية خالصة من القطاع الخاص وفي مجالات مهمة جدا الدولة النهاردة محتاجاها. ودي الرسالة اللي أنا عايز أكد عليها، احنا النهاردة كدولة وكحكومة شغلنا الشاغل بمنتهى الأمانة وبدون مبالغة هو تمكين القطاع الخاص في القطاعات اللي النهاردة تتعمق من التصنيع المحلي بتاعي وتزود لي في قدراتي كدولة في التصدير وفي نفس الوقت تقليل الواردات. وحضراتكم شايفين العالم كله اللي بيحصل فيه، والعالم بيموج بأزمات. يعني العالم بقالنا مش هقول 60-70-80 سنة العالم ما شافهاش. والدرس المستفاد كل ما كل دولة تكون قادرة على امتلاك مقدراتها وانها تكون قادرة بقدر الامكان على الاكتفاء الذاتي، وقطاعات زي الصناعة تكون هي اللي بتقود الاقتصاد بتاعها، كل ما هنكون قادرين ان شاء الله ان شاء الله على الخروج من هذه الازمات. وهو دي الرسالة المهمة جدا اللي انا بوجهها لكل رجال الصناعة في مصر. اعتقد هذا الوقت هو الوقت الذهبي بالاستفادة بالحوافز اللي الدولة النهاردة بقت حطاها والامتيازات والاعفاءات الضريبية اللي بتتعمل علشان النهاردة تنطلقوا وتقدروا تقوموا بهذا القطاع اللي ممكن الناس كلها كانت بتقول يعني هو متأخر عن بقية بعض القطاعات الاخرى، بالرغم ان احنا قلنا ان هو بياخد وقته، ولكن اعتقد النهاردة مع البنية الاساسية والبنية التشريعية والحوافز اللي موجودة النهاردة احنا قادرين على هذا الموضوع. النماذج اللي احنا شفناها كل مصنع من دول زي ما حضراتكم شفتوا بعضهم بيصل وصلت في عدد العمال 1500 عامل وقرب 2000 عامل، وعندهم خطط توسع، وده الشيء المفرح في هذا الموضوع. وشباب يفرح شفناه وبيشتغلوا يعني كلهم بخلفيات تعليم فني وتعليم متوسط، والحمد لله رواتبهم تعتبر رواتب جيدة جدا وكلهم مبسوطين وفي انتماء كبير لهذه المصانع والتجمعات. اهم حاجة يمكن كنا بنتكلم فيها لان عدد منهم طالب ان هو يتوسع وعايز يعمل خطوط انتاج اكبر، وانا يمكن عشان كده مع السيد المحافظ فورا ان شاء الله على طول هندي الموافقات علشان كل دول يتوسعوا في خلال الفترة الجاية. الحقيقة احنا اخر نقطة اللي انتوا شفتوها القرية السياحية اللي احنا وقفنا فيها دي كانت مملوكة للدولة، وكانت يعني زي ما سيادة المحافظ بيقول هي كانت أطلال، يعني مباني قديمة والدولة ما بتستفدش منها بأي شيء، برضو بالشراكة مع القطاع الخاص تحولت بالشكل اللي حضراتكم شفتوه، وبقت النهاردة بدل ما كانت الحكومة أو المحافظة يعني بتتحمل خسائر عليها بقت النهاردة بتدرلها عائد. مرة أخرى نموذج الشراكة اللي ما بين القطاع الخاص والدولة هو في الحاجات دي، ودي اللي احنا إن شاء الله المرحلة الجاية هنشتغل عليها. اهم حاجة يمكن في منطقة الاسواق اللي احنا شفناها وتفقدناها، المنطقة دي من سنوات بسيطة يمكن حضراتكم ما نفتكرش، المنطقة دي كانت قلب العشوائيات في منطقة في مدينة بورسعيد، وكان الباعة الجائلين هم اللي يعني مسيطرين وبيشغلوا كل الشوارع وكانت مشاكل لا حصر لها. الحمد لله النهاردة شفنا المنظر بقى قلب حضاري للمدينة، والدولة النهاردة مع الاستثمارات اللي بتعملها بقت الحمد لله النهاردة العائد اهم حاجة، العائد الاجتماعي، ان يعني المواطن بقى بيبقى فيه امان، البائع بدل ما كان في منطقة ودايما مهدد بان هو الشرطة مثلا تيجي تقول له انك مخالف والكلام ده كله، بقى في مكان امن وقادر ان هو يبيع حاجته بمنتهى الامان. دي كلها رسائل مهمة جدا. طبعا انا كنت بشوف بتفقد وبراجع برضو في بعض المنافذ اسعار السلع، لان احنا المفروض النهاردة هي بداية المبادرة بتاعتنا، ويمكن مع السيد وزير التنمية المحلية يعني اتفقنا هيبقى في تقرير اسبوعي للمتابعة من السادة المحافظين على مدى ال27 محافظ هيبقوا بينزلوا بيتابعوا معانا علشان نشوف الموقف على الارض ومدى الالتزام بتطبيق هذه المبادرة، لان دي اهم شيء علشان نضمن
ان احنا نكسر التضخم وتبدأ الاسعار ان شاء الله في النزول والثبات بعد كده. اللي عايز اكده ان الحمد لله اللي احنا بنشوفه النهاردة ده نموذج من جهد للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس على مدار 9 سنين. لو كلنا نفتكر او اهالي بورسعيد نفسهم يفتكروا المدينة كانت عاملة ايه من هذه الفترة، والنهاردة الحمد لله بقت نموذج يحتذى به على مستوى مصر كلها من الحمد لله التطور والتطوير والكلام ده كله. ما زال هناك تحديات، بالتأكيد لسه هناك تحديات، ولكن على الأقل احنا ماشيين في المسار الصحيح. انا بشكر حضراتكم جدا، وان شاء الله لينا زيارات متتابعة على مدار الفترة الجاية في كل حتة في مصر عشان نتابع كل مشروعات التنمية اللي بتحصل على أرضنا.